Lift the vest over your head, bring the belt around your waist, and pick the belt until it is tight. How do I do that? Motor Istanbul. Yeah, but I want. أخيرا يا جدعان المطارات فتحت، بس المشكلة اللي أنا مش رايح أزور حد، أنا في موضوع شغل، يعني في مسافر عشان رحلة شغل، فأنا في مطار ستانستاد، هو مطار كبير يعني، وفي طريق دلوقتي عم تشيك أوت، وأوريكم الرحلة عاملة إزاي. طيارة دلوقتي كل حاجة لحد دلوقتي سلسة، يعني ما فيش أي مشاكل. الطيارة لو أنت شايفينها مش هتشوفوها، كل حاجة لحد دلوقتي سلسة، ما فيش أي مشاكل خالص. في طريق دلوقتي اللي أنا أروح أركب الطيارة. أنا طلع الطيارة دلوقتي، أنت مش عايز تسمعيني ولا لأ؟ ده أول طيارة ركبها تقريبا من حوالي كام سنة؟ من حوالي 3 سنين. لو أنت تقدر تتكفل بمصاريف تذكرة البيزنس كلاس أو درجة تجارة الأعمال اشتريها والله بجد، لأن صراحة الكراسي في الدرجة الاقتصادية هنا هتجيب لك شلل رباعي. فلو أنت تقدر تشتري التذكرة اللي هي تكلم رجل من حوالي ولوفات اشتريها، هتلاقي مثلا رجلك ممددة كده من غير ما حد يكون حاسرك في كرسي، يعني اقل من 30 سنتي. السيرفيس او هتلاقي الخدمة، خدمة 5 نجوم، هتلاقي كل حاجة يعني بسم الله ما شاء الله. بس دي نصيحة لو انت تقدر تتكفل بالتذكرة، لان شايفين ده انا اللي انا قاعد فيه، قاعد في حوالي 30 سنتي كرسي، مش عارف اتحرك لا يمين ولا شمال. ده مستجدات اول باول في الطيارة دلوقتي. انا في مطار اسطنبول دلوقتي، فهروح اعمل تشيك ان عشان اعمل ترانزيت هنا، وبعد كده هاخد الطيارة اللي طالعة على البلد انا رايحها. ثلاث ساعات لازم اقعد عشان مستني الطيارة اللي هي هتاخدني للمكان اللي رايحه. مش هقول انا رايح فين برضه، يعني مش هقدر اقول لكم في كل مكان هطلع، مش هقول لكم انا رايح فين. اتصدمت. ركب الباجي. انا في البرتغال زي ما انتم شايفين، فالنهارده هنكون في جوله كده مع بعضينا، هوريكم المكان عامل ازاي. انا في مشوار شغل، لما قلت لكم في المطار انا مش بتفسح. الميتنج اللي هم بعتيني اللي انا اعمله في البرتغال ده ميتنج تبع الشغل، بس حاجزين لي في فندق، فانا اليوم النهارده اجازه كده، فانا قلت هاخد جوله كده معاكم ونشوف الجو عامل ازاي ونتفسح. فاهمين؟ مشغلين عمرو دياب. عمرو دياب ده عالمي حتى في البرتغال. المكان ده مكان العاب مائيه والكلام ده، انتوا شايفين ورايا. انا الناس كلها هنا بتلعب، بس انا ماليش في الكلام ده. انا كل اللي انا جاي عشان اصور واحكي معاكم شويه في المحكي، وأصوركم المكان.
الفرد هنا بيكلف اسبوع $1,000 او 1,000 يورو على حسب العمله اللي انت هتيجي فيها. وطبعا كل الكلام ده مدفوع لي، انا ما دفعتش حاجه على انك ده ميتنج للشركه. درجه حراره البرتغال نفس درجه حراره مصر او قريبه شويه منها، مش بعيده. و لها ايه، هصوركم النهارده وصوركم المكان عامل ازاي كمان. أحلى حاجة تقعد وتستمخ وتستمتع بالشمس. خلصنا البجي وقلنا بنطلع على البحر نتمشى شوية كده ونعوم لنا كده كم مرة كده مع الجيلي فيش اللي دعنا في رجلينا. انا على مشايه رئيسيه في الاوتيل اللي انا نازل فيه. الاوتيل جميل بس المشكله ما تنفعش تصور فيه عشان برضه فيه اجانب جوه، انت فاهم الحوارات دي. زي ما انتم شايفين المشايه انا ماشي عليها دلوقتي دي. انا عايز اجرب البتاع اللي ورايا ده، مش عارف انت هتشوفوه في الفريم ولا لا، بس خايف مش عارف ليه. بس صراحه يوم بدا، صحيت الساعه 3:30 الفجر عشان نحضر الايفنت بتاع البيتش باجي دوت. وبعد كده رحت فطرت الساعة 7:30 لما خلصت، وبعد كده طلعت على الأوضة بتاعتي نمت شوية كده عشان ما كنتش نمت طول الليل، ولسه جاي من على السويمنج بول وطلع دلوقتي على البحر اتمشى شوية. هنصور الأجواء هناك عاملة ازاي وأقول لكم على كل الحاجات اللي انتوا عايزين تعرفوها.